احنا كنعيشوا لمن طبعا يعني سهل نقولوا كنعيشوا للاخره يصحح عقيدته في الاخره المؤمنون من هذه الامه وعلى راسهم اصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين عندهم واحد الطبيعه يمكن نسميها طبيعه اخرويه الناس ماشي ديال الدنيا ديال الاخره يبنون الدار الاخره كيبنوا الدار ولكن الدار ديال الاخره وسبقت الاشاره الى هذا ان الانسان اللي كيبني الدار كيبني الدار كما الدار اللي يبني في الدنيا الدار يعني الناس معروف يعني هاد الحكمه العجيبه ان اللي يعني تبلى بالبني كيمشي كله يعني الفكر ديالو الاعصاب ديالو ينعس ويفكر في البني ويصبح ويفكر في البني يعني البني صعيب جدا فعلا واللي مجربينه وعارفينه فكيرفد كيخطف كيخطف الهم الكلي ديال الانسان يعني الحياه ديالو كتولي الدور كلها على ديك البنايه اللي كيبني دار او فيلا او عماره الا كيبني شي حاجه كتديه كتبتلعو هكذا كانوا الصحابه ولكن كانوا كيبنيو فعلا انما يبنون الدار الاخره كتديهم في خطره مشغول ما عندوش الوقت باش يحك راسو كيبني الدار الاخره هذه العقيده كلما توغل فيها العبد كلما نجا من مرض العجليه الدواء ديال العجليه انه تبدا تشوف في الدار ديالك في الاخره حقيقه ما يعني الانسان كيفكر في الدنيا في القطعه ديال الارض يبنيها وكيفاش يدير ليها ويخمم اللي مازال ما عندوش كيفكر واللي عنده كيفكر يوسع وكل واحد والفكره ديالو حول الدار ديال الدنيا ولكن عيب حقيقه ان الانسان ما يفكرش كيفاش يمكن تكون الدار ديالو ديال الاخره اولا فين كاينه واش في هذه الجهه ولا في جهه اخرى نعوذ بالله من الاخرى ام انها في جهه اهل الايمان اذا كانت في جهه اهل الايمان ما موقعها واش في السفلي ولا الفوقي وفعلا لان الدار الاخره التي هي الحيوان يعني الحياه الجميله السعيده المديده وان الدار الاخره لا هي الحيوان ولكن يعني ما كاينش ولكن احب الاستدراك لانه مقصود في المعنى وهو من باب التفسير لو كانوا يعلمون وان الدار الاخره لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون الحيوان اي الحياه الحقيقيه الطبيعيه المديده التي لا تنقضي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يحكي بانه المنازل ديال الاخره يعني الطبقات ديال الجنه منازل كتسمى المنازل يعني بعد ما بين بعضها ما بين السماء والارض وهذا الحديث صحيح عجيب جدا وجميل يقول فيه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ان اهل المنازل لا يتراءون كما ترون الكوكب الدري في السماء ان اهل المنازل لا يتراءون كما ترون الكوكب الدري في السماء او كما قال عليه الصلاه والسلام تقريبا هذه الصيغه يعني ملي تشوف ديك النجمه الدريه في الضية كتبرق طالعه في السماء بشكل متفرد معزول وقوي في واحد القند في السماء كتشوف بينك وبينها ملايين كما يعبرون اليوم السنوات الضوئيه بعيده ما شاء الله راه هكذاك المنازل ديال الجنه تبدا تشوف واحد النجمه بعيده ولكن كتبرق شنو هذاك القصر ديال سيدنا عمر بينك وبينه ما شاء الله اش هو الفرق فارق العمل واحد دار الفينيسي واحد ما دارهاش راه يعني حقيقه على قدر الهم ديالك بالدار الاخره تكون منزلتك ويكون مسكنك منها وفعلا المؤمن لما يجعل هذا هم من الهموم الاساسيه ديال الدين ديالو ديال الحياه ديالو يبني الدار الاخره فعلا حقيقه يدوز عليه النار وما قدم الدار الاخره والو اذا ما مهتمش ما كيبنيش ما مبليش بالبني واصحاب رسول الله كانت فعلا اهتماماتهم انشغالاتهم ببناء تلك الدار واحد الخطره سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه وكانت المجاعه صابوا المسلمين بالمجاعه كتسمى عام الرماده واحد العام كان نتيجه ديال سنوات ديال القحط ما كانت الشتاء وجاعوا المسلمين وكان قحط وجفاف وسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه شدته الصفوره بدا يصفر بالجوع كيكلش وهو رئيس الدوله امير المؤمنين بعض الصحابه قالوا دي من باب المصلحه خصنا نصحوا مش معقول هو كيسير مصالح الامه خصو ياكل باش يقوى لانه يعني فعلا معقول زعما المنطق هو هذا خصو ياكل باش ماشي ماشي قد يسير هذه الامه هذه خصو يتهلا في راسه قالوا عليه فتبسم وقال رضي الله عنه وارضاه كيقول هل سيدنا عمر بن العاص لان عمر بن العاص هو اللي نصحوا هذه النصيحه كيقول له ارايتني عاجزا عن ان امر بصغار المعزى
فتنتفى فتنقع في الماء وتنضج. واش يسحب لك زعما انا ما عارف شيء وما قدر شيء باش نعطي امر الخدم وينوضوا؟ يعني هو ما كانش عنده خدم رضي الله عنه، ولكن يعني الا بغى يديرها يديرها بيدو، لان الدنيا جاتو ورفضها، ويدير يعني يذبحوا جديد صغير. هذه راه وصفه يعني ديال الطبخ، هذوك اللي يديروا الوصفات ديال الطبخ كيقدمها سيدنا عمر، وغادي يقولها له الاخر عمرو بن العاص يقولها له من بعد. يعني يشدوا جدي ويذبحوه وينتفوا له الزغب ديالو ويطبخوه في وسط الماء عادي صوبوا. وصفه ديال 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 الطبخ كانت عند العرب في الجاهليه، وتعطي واحد لذة عجيبه جدا في الطعام كما هو الجدي كيتطبخ صغير. قال له عمرو بن العاص اراك بلذيذ الطعام خبيره، يعني راك تعرف سميتو. ولكن رد عليه سيدنا عمر قال له ولكننا نخشى. منين خايف؟ خايف نخشى ان يقال لنا اذهبتم طيباتكم في الحياه الدنيا واستمتعتم بها. يعني انت راك تخلصت في الدنيا، بنيت الدنيا هنا ما عندكش، رغم انه انما تحدث عن الحلال الطيب، ما كانش يتحدث عن الحرام. ولكن بشده رضي الله عنه وارضاه، بشده انشغاله ببناء دار الاخره، لم يعد يجد وقتا للتفكير في دنياه. معلوم جدا ان المؤمن حقيقه ينبغي ان يكون متوازنا، وان لبدنك عليك حقا، وان ولكن هذا كان في حياه سيدنا عمر استثناء، لانه كان عم الجوع. قال كيما المسلمين جيعانين حتى انا نجوع، علاش انا نشبع وهما جيعانين؟ بغيت تقد معهم. وتلك حكمه يحمد عليها رحمه الله عليه ورضي عنه وارضاه. فالشاهد عندنا ان اولئك القوم كان قلبهم متعلقا ببناء الدار، كيبنيو الدار، ولكن الدار لهيه يبنونها. وما بناء دور الدنيا الا لتكون سلما لبناء الدار الاخره. يعني كانوا كيبنوا الدور الدنيا، ولكن بحال هذاك الصوير ولا ذاك الطوب اللي كيدير البناي باش كيطلع عليه ويتعلى الحيط، الحيط الحقيقي ديال الاخره. يعني هذيك هذاك الرافعه دابا يديروا الحديد ولا يديروا شي حاجه باش كيتعلى عليه، هي انما هي وسيله، بحال السلم، انما هي وسيله كتبنيها، ولكن باش غير باش تعلى باش تبني السور الكبير ديال الاخره. فلا بد من بناء دار الدنيا، ولكن من اجل بناء دار الاخره. اما بناء دار الدنيا من اجل ان يقبع بها العبد، اذن فقد اهلك نفسه، اهلك نفسه. من هنا اذن كان الشفاء والدواء لمن يشوب قلبه شيء من العقيده العجليه ان يعجل، يسرع ان يعجل الى التعرف الى الله من حيث هو الرزاق. يتامل هذه القضيه ديال الرزاق، يتاملها مزيان، نعس عليها وفيق عليها. راه يعني ذكر الله عز وجل بالتأمل والتدبر في اسمه سبحانه وتعالى الرزاق سيعالج قلبك فيما يشوشه ويوسوس، لأن راه وسواس إبليس. الشيطان يجيك ويوسوس لك، يقول لك أنت وإذا ما مشيتش ما خديتش الكريدي وما درتش ما غاديش تبني وتشرد ولادك. الشيطان يعيدكم الفقر، إبليس ملعون، ما يجيب لك إلا القبيحة. والله سبحانه وتعالى يعيدكم مغفرة، ربي تعالى كيوعد المغفرة ويوعد الرحمة ويوعد السعة ويوعد الرزق في الدنيا وفي الاخره.